يا هلا ومية هلا بطلابي، طلاب الصف الثاني متوسط، اهلا وسهلا بكم بهاي المحاضرة. تعتبر عندك المحاضرة الأخيرة الموجودة عندك باليونت الثالث، واليوم محاضرتنا هو حل تمارين اليونت الثالث. خليها ببالك، مثل ما تعرفون اكو تمارين صوتية واكو تمارين صورية واكو تمارين تحتاجها داخل الصف فقط، اكو تمارين تجيك بالامتحان نصا. خليها ببالك، كل تمرين اقول لك هذا التمرين مهم دير بالك من عنده بالامتحان الشهري، ترى ابد ما يتبعد عنا الاستاذ لا بالامتحان الشهري ولا امتحان اخير نص السنه ولا اخير السنه، يجيبون من هذين التمارين اللي حدد لك اياهم يعني. فحاول خلي تركيزك كلش وايد. اكو بعض الطلاب من يقرا التمارين يكلب له بشغله يعني صوتيه او صوريه ويظل يقرا بيها وياخر وقته كله بيها وتالي ما تجيب الامتحان. فخلي تركيزك على التمارين اللي راح تستفاد من عندها داخل الامتحان، ركز وياي بهاي المحاضره. عندك اول تمرين، هذا التمرين انا ليش هسه معطيك اياه ومترجم لك المطلب؟ على مود تفهم التمرين شلون ينحل وشنو يريده من عندك الاستاذ. اول تمرين، تمرين 1 بيج 40، هذا التمرين اكتب عليه تمرين مهم، هذا الاستاذ ما راح يتبعد عنه بالامتحان، دير بالك من عنده. معطيك كلمات، ذن الكلمات لاحظ هنا معناتها جري، قفز، رمي، ذن الافعال لاحظ، ذن الافعال يقول لك يا رياضه يا رياضه ترهملهن يعني بين قوسين، جري، قفز، رمي، تقول له فول بول معناتها كره الطائره، ها فهمت الفكره؟ مطيك هنا كره، ومطيك سله، ومطيك فريقين، كره وسله وفريقين، يا لعبه يا رياضه، كره وسله وفريقين، بول باسكت تو تيمز، تقول لي باسكت بول كره السله. ذني انحل وفق هاي الطريقه، هذا دير بالك من عنده بالامتحان، يعني هو مطيك شلون يقول لك بحر قارب رياح، شنو اللي يصير يا لعبه؟ ابحار. مطيك كره شبكه مضرب تنس، فهمت الفكره؟ هذا التمرين ينحل وفق هاي الطريقه، حاول تركز على ذني دير بالك من عندهم بالامتحان، هذا التمرين يتبع عليه تمرين مهم، زين. بالنسبه لهذا التمرين، تمرين 2 بيج 40، هذا هم اكتب عليه تمرين مهم. هذا خاف بالامتحان، بعض الاساتذه يجيبوا لك مستطيل رياضات، يعطيك مستطيل رياضات ويقول لك ذني نزل لي اياه على حسب الافعال، تتذكرون المحاضره الاولى باليونت الثالث اخذنا بها الجو والدو والبلاي وعلمتك يا هن الرياضات اللي جن ويا الجو ويا هن اللي جن ويا الدو ويا هن اللي جن ويا البلاي، اوكي؟ فالرياضات اللي جن ويا الدو تنزل لنا بهذا الجدول، والرياضات اللي جن ويا البلاي تنزل لنا بهذا الجدول، والرياضات اللي جن ويا الجو تنزل لنا بهذا الجدول، وانا علمتك وعطيتك محاضره كامله عليها وشرحت لك اياها بشكل تفصيلي. إذا ما فاهمين حاول ترجع للمحاضرة، هذا تمرين اكتب عليه تمرين مهم. زين. بالنسبة عندك هذا اكتب عليه تمرين مهم. هسه تقول لي ذني استاذ تعبرني مو مهمات، ذني مو مهمات يعني متعلقات بصور او تمرين صوتي، فدائما مثل ما قلت لكم دائما شوي ركز على التمرين اللي تستفاد من عنده. يعني هسه هذا التمرين قال لك استمع واقرا، هذا يعتمد عليه من على مقطع صوتي، لازم الاستاذ بالصف يشغل لك مقطع صوتي وانت تحل عليه، هذا يساعدك بالاستماع اكثر شيء، زين؟ بالنسبه عندك تمرين 3 بيج 45، تمرين مهم، هذا التمرين تتذكروه مو بس لقيت جو بلاي دو ذكرت المحاضره الاولى، انت ذا المحاضره الاولى مضبطها، هذا التمرين انت مغمض تحله، هذا التمرين انت مغمض تحله، وانا شرحت لك اياه بشكل تفصيلي، اتمنى ترجع للمحاضره الاولى وتكملها اذا ما مكملها وترجع لهذا التمرين، على مود شنو؟ تعرف شلون التمرين ينحل، يعني مو انت تاخذ الحل جاهزك وطلاب شو يسوي؟ يحفظ الحل، هاي هيجي، هاي هيجي، هذا غلط، هذا الشيء غلط. لازم انت تحل التمرين، هاي المحاضرة مال التمارين المفروض معنا ما اسوي لك اياها. المفروض انت التمارين تحلها، ليش؟ يعني جميع المحاضرات حلينا بها التمارين المتعلقة بها. وقلت لك شلون تحل التمرين، انا اهم شيء طالب عندي شلون يحل التمرين. هذا التمرين لازم ترجع للمحاضرة الأولى، إذا كملت المحاضرة الأولى ترجع أنت مغمض تحل هذا التمرين، يعني معطيك ملاحظات كلش حلوة على هذا الموضوع. زين. باوع، بالنسبة لهذا التمرين ايش تاخذ من عنده؟ هذا متعلق بمن؟ لاحظ درجات المقارنة والتفضيل. ذن الصفات دي بالك من عدن، خاف يجيبوا لك اياهن. ذن الصفات دي بالك من عدن. زين. من اقول لك دي بالك من عدن يعني اقرا موضوع درجات المقارنه، اضافه الاي ار والاي اس تي، انت اذا تعرف تضيف هاي انت الموضوع كله عندك. بالنسبه لهذا التمرين تتذكرون اخذنا موضوع قراءه الارقام وشرحناه بشكل تفصيلي. بالنسبه لهذا اكتب عليه تمرين مهم. تمرين 1 بيج 48
اكتب عليه تمرين مهم. هذا التمرين خاف يجيبوا لك اياه على شكل مرادفات. ذني يطي نفس معنى هذا، يطي نفس معنى هذا. هذا اللي ارادوا يجيبوا لك اياه، يجيبوا لك اياه ضمن موضوع الاملاءات، يعني يعطيك مرادفه ويحل لك اياها، ويعطيك المرادفه الثانيه يقول لك اتحلها. يعني بالامتحان الاستاذ راح يعطيك هاي ويحل لك اياها، يعطيك هاي ويحل لك اياها، ويعطيك هاي وانت تحل هاي. ها فهمت الفكره او بالعكس؟ زين. بالنسبة لتمرين 2 page 48، هذا التمرين خذناه ترى ضمن القطعة مال الألعاب الآسيوية وشرحناها بشكل تفصيلي، عفوا الألعاب الأولمبية. زين، هذا التمرين خذناه سابقا إذا تذكروا ضمن قراءة السنة وشرحت لك إياه بشكل تفصيلي سنوات. زين، بالنسبة لهذا التمرين خذناه ضمن موضوع القطعة قطعة النجوم الأولمبيين إذا تذكرها، ذن حليناهن. بالنسبة لهذا التمرين هم اكتب عليه تمرين مهم، هذا مرادفات. من أقول لك مرادفات يعني هاي يعطي نفس معنى هاي، هاي يعطي نفس معنى هاي، هاي يعطي نفس معنى هاي. هذا لازم تحفظه، خاف يجيبوا لك إياه بالامتحان ضمن الإسقاطات، يجيبوا لك إياه ضمن اختيارات، يجيبوا لك إياه ضمن إملاءات، أنت عندك معرفة عليه. زين، بالنسبة عندك هذا موضوع اليوز تو، احنا شرحناه قاعدة تفصيلية بيه. بالنسبة لهذا التمرين ركز لي على تمرين 3 بيج 55. هذا التمرين اكتب عليه تمرين مهم. ايش تاخذ من هذا التمرين؟ اول شيء يقول لك هنا هاي معاكسة، هاي معاكسة احفظ لي اياها، هاي معاكسة احفظ لي اياها. زين، ايش تحفظ لي؟ احفظ لي هاي النقطة، يقول لك last game in a competition final، يعني يقول لك اخر مباراه في في المسابقه نسميها شنو نهائي. خاف يجيبوا لك اياها عندنا بالامتحان، هاي اخذها كمعاكسه، هاي معاكسه هاي. زين، يقول لك ياتي بعد الاول شنو سكند الثاني. فهمت الفكره؟ هاي احفظ لي اياها، خاف يجيبوا لك هاي النقطه على شكل اسقاطات، يعني يجيبوا لك هاي بالمستطيل وانت تنزلها بالفراغ. هاي احفظها كمعاكسه، خاف يجيبوها لك بالامتحان. هاي احفظها، دير بالك من عندها، خاف تجيك عبارة عن اسقاط. زين، هاي احفظها، هاي احفظها. زين طلابنا الاعزاء، هذا التمرين كلش مهم، خاف يجيبوا لك اياه ضمن موضوع معاكسات، يعني ذن اللي اشرت لك اياه معاكسات، ذن يجيبوا لك اياه ترى على شكل احتمال اسقاطات، دير بالك من عندها. هذا التمرين كلش مهم، اكتب عليه تمرين مهم. بالنسبه لهذا التمرين، تمرين 1 بيج 56، اكتب عليه تمرين مهم. هذا التمرين بما المتعلق بالدو والجو والبلاي، هذا التمرين لازم ترجع للمحاضرة الأولى تفهمها، إذا فاهمها هذا تتحله وحدك هسه. هذا التمرين متعلق بموضوع قواعد وشرحت لك إياه بشكل تفصيلي سابقا ترى، يعني مو تمرين شرحت لك إياه إنما الموضوع شرحته، والتمرين عليك ينحل، وشرحت لك جميع الجمل الموجودة شرحت لك إياها ضمن المحاضرة مالتنا. زين، بالنسبة لهذا تمرين 2 بيج 56، هذا التمرين يكتب عليه تمرين مهم. هذا الأستاذ بالامتحان راح يجيبوا لك إياه شلون بالامتحان؟ يجيبوا لك إياه بطريقتين. أنا راح يجيبوا لك اياه بطريقه الاملاءات، اما الاستاذ بالامتحان يعطيك فعل بالمضارع ويحول لك اياه للماضي، ويعطيك الفعل الثاني انت تحوله لازم للماضي، او الاستاذ بالامتحان يعطيك فعل ويحوله للتصريف الثالث، ويعطيك الفعل لازم انت لما تحوله للتصريف الثالث. افتهمت الفكره شنو؟ هذا اكتب عليه تمرين مهم، خاف اجيب لك اياه ضمن موضوع الاملاءات. زين، بالنسبه لهذا التمرين، هذا تمرين 3 بيج 56، هذا اكتب عليه تمرين مهم ضمن موضوع الاسقاطات. هذا خاف يجيبوا لك اياه بالامتحان على شكل اسقاطات. فهمت الفكره؟ يعني يعطيك جمل نفسين، الاستاذ ما راح يجيب لك مثلا شيء خارجي، راح يجيب لك جمله من الكتاب، يعني نص من الكتاب. يعطيك ذن الكلمات وين بالمستطيل، يقول لك نزل اياهن وين بالفراغات. هذا دير بالك من عنده، حاول شويه تقرا على كيفك، انا مترجم لك اياه وحل لك اياه، لازم تقرا على كيفك، دائما شويه تعب نفسك بالتمارين، على مود تعرف التمرين اللي من يحكي. اذا تعبت نفسك وانت تابعت وقريت وحليت، بعد ابد ما تنساه، فرق من ما تلقيه جاهز. زين، نكمل. بالنسبه عندك ذني تمارين، تمارين الستوري تايم، ذني النقاط ركزنا عليها وحليناها سوت اذا تتذكروهن. طلابنا الاعزاء، هذا كل ما متعلق عندك التمارين اليونت الثالث، مثل ما علمتكم دائما التمارين اللي اقول لك عليها تمارين مهمه، خلي تركيزك عليها كل شوي بالامتحان، تعب نفسك بيها، اسمع نطقها من خلال القاموس، اذا تعودت على هذا السيستم انت راح تصير طالب مجتهد كلش. طلابنا الاعزاء، إن شاء الله تكونوا استفدتم من هالمحاضرة، وإن شاء الله نشوفكم باليونت الرابع في أمان الله.